يقول السائل: أنا شخص مرت علي عدة رمضانات لم أصمها بدون عذر، وأنا لا أعلم عدد هذه الأشهر، فماذا يجب علي أن أفعله الآن؟ إذا كنت محافظا على الصلاة ولكنك تركت الصيام فيجب عليك القضاء ولو كثرت الأيام، وإذا لم تعلمها تقدرها بما يغلب على ظنك، تقدرها بما يغلب على ظنك وتقضيها وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. أما إذا كنت حينها لا تصلي فإنك لو صمت ما يصح صيامك، فعليك التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة والمحافظة على الصيام في المستقبل. نعم.